وراها كلمة فيه ألف ولام، ده معناها اسمها مضاف إلى معرفة، ده اسمه المضاف إليه. مش احنا أخدنا الكلام ده المرة اللي فاتت؟ المرة اللي فاتت يا سارة مش أخدنا إن الكلمة النكرة زائد كلمة فيها ألف ولام، زي ما أقول مثلا مثال، أنا مثلا كتبت كده كتاب العلوم مثال مثلا، أنا عندي كتاب كلمة نكرة انضافت لكلمة معرفة يعني فيها ألف ولام، دي بالنسبة لي العلوم هنا مضاف إليه، دي اسمها المعرف بالإضافة. عشان كده أنا بدأت بحاجة اسمها الفرق بين النكرة والمعرفة، عرفت الفرق بين النكرة والمعرفة، ودي أهم حاجة ولازم تعرفها قبل المضاف إليه، علشان لما هتكبر شوية هتاخد حاجة اسمها النعت، وهتاخد حاجة اسمها البدل، ده بالنسبة لي لازم تكون عارف فيهم يعني ايه النكرة والمعرفة. طيب المضاف اليه عندي هو اسم بيوضح النكرة اللي قبليه، طب حلو قوي، طب ايه تاني؟ بيقول لي المضاف اليه لازم يبقى مجرور، ميس يعني الاعراب ما فيهوش اي حاجة تانية، لا يعني انت ما ينفعش ترد عليا تقول لي ان المضاف اليه منصوب، هقول لك غلط، يعني ما ينفعش ان انت تقول لي المضاف اليه مرفوع، هقول لك غلط، على طول المضاف اليه مجرور. حد فاكر يقول لي هو المجرور بيكون مجرور بحاجتين، ايه هما؟ المجرور مجرور بحالتين، ايه هما؟ كسرة ولياء. الكسره والياء، الله ينور عليك، مجرور بالكسره. طب سارة تعرفي تردي عليا وتقولي لي امتى يكون مجرور بالكسره؟ في انهي حاله؟ الكسر ده بيكون مفرد وجمع تكسير وجمع مؤنث سالم. مفرد جمع تكسير وجمع مؤنث سالم. طب محمد امتى يكون مجرور بالياء؟ مجرور بالياء اه لما يكون مذكر سالم ومسلم. جمع مذكر سالم ومثنى هو اخره ياء ونون. يبقى تاني المضاف اليه نكره زائد معرفه، المضاف اليه اسم بيوضح النكره التي قبله، المضاف اليه مجرور دائما، لا اما مجرور بالكسره لا اما مجرور بالياء. ده كده أول تعريفات المضاف إليه. طيب هو المضاف إليه لازم يكون نكرة زائد معرفة بس؟ ما ينفعش يجي معرفة ومعرفة؟ لا ينفع. تعالوا نشوف الأمثلة اللي عندي. لو قلت مثلا، بس هنا بيقول لك اه المضاف إليه ليه شكلين، أول حاجة نكرة ومعرفة، ودي أول نقطة اتكلمنا عليها، أقدر طالب العلم. رفيدة فين هنا المضاف إليه؟ من اللي انت فهمتيه قوليلي فين العلم الكلمة؟ العلم شطورة، نكرة ومعرفة، العلم هي اللي وضحت لي، يبقى أي اسم معرفة قبل النكرة مضاف إليه. طيب مين الشاطر هنا يأكد لي إن أصلا العلم مضاف إليه؟ سؤال أهو عايزة ليه إجابة، أي اسم معرفة قبل النكرة مضاف إليه؟ طيب أنا أتأكد إزاي؟ مين يرد على السؤال ده؟ مين الشاطر يرد على السؤال ده؟ هو ايه السؤال تاني يا مس؟ اهو السؤال قدامك على فكرة، اتاكد ازاي ان النكرة قبليها مع ان المعرفة قبليها نكرة، ويبقى المعرفة دي عندي مضاف اليه، افرض مثلا اعرابها حاجة تانية فاعل مثلا او اي حاجة، اتاكد من ان دي اعرابها مضاف اليه. عايزة حد يرد لي على السؤال ده. أقول مثلا طالب الإيه؟ على علم يعني لو لقيت فيديو على فكرة. لا انت قولي تاني عشان انا ما سمعتش اي حاجة. أنا بقول مثلا نقول طالب، طالب ماشي، بتاع إيه؟ طالب بتاع إيه؟ أو كده. يعني قصدك ان هو وضح لي هو طالب ايه، صح كده ده اللي انت بتقولي عليه، بس يعني مش ده اللي انا عايزاه، يعني مش النقطه دي برضو يا ساره. هو حلو ان انت رديتي الرد ده. محمد عندك رد او رفايده عندك رد؟ اعرف منين دي مضاف اليه، ان العلم دي مضاف اليه، اما العلم دي عندي هتعرف مضاف اليه مجرور وعلامه الجر الكسره. عارفين تعرفوا هو الأول كنا بنقول معرفة زائد معرفة يدينا مضاف إليه، نكرة هو أصلا ما ينفعش نكرة والكلمة اللي بعدها يكون معرفة. لا هي نكرة ومعرفة، ده أصل المضاف إليه، نكرة ومعرفة مضاف إليه. تعالوا نشوف بنتأكد إزاي. بيقول لك إيه طالب العلم، هو أنا عملت إيه هنا؟ إيه اللي أنا بس زودته؟ شطورة، حطيت تنوين، دي أهم حاجة من أساسيات المضاف إليه، حط لي تنوين على الكلمة النكرة،
حط لي تنوين على الكلمة النكرة، عرفت تنطقها بالشكل الصح اعرف ان الكلمة اللي وراها مضاف اليه. طالبا للعلم، طالب للعلم، وطالب للعلم. انا حطيت الثلاثة التنوين فتحة وكسرة وضمة. طالب للعلم، هل انا نطقتها بالشكل الكويس؟ قال لك صح ولا غلط؟ غلط. غلط. يبقى الكلمة دي بالنسبة لي مضاف إليه.